لم تبدأ الحرب، ولكن إيران تختبر جهوزيتها. هكذا قال من أطلق مناورات الرسول الأعظم والتي قامت بها قوات الحرس الثوري البحرية في مضيق هرمز جنوبي البلاد. حضور المسؤولين أعطى الحدث أهمية خاصة، فضرب نموذج بأبعاد حقيقية عن حاملة طائرات أمريكية متواجدة في المياه الخليجية كان أعلى من صوت اختبار الصواريخ أو حتى ضرب طائرات من دون طيار في هذه المناورات. كل هذا حمل رسائل كثيرة لأطراف قريبة للغاية من إيران. نريد القول إن وجود القواعد العسكرية الأجنبية في المياه الخليجية لا يعني القدرة على تغيير الظروف، وعلى دول المنطقة أن تأخذ القوة الإيرانية في الاعتبار وتتقارب معنا لتحقيق الاستقرار بعيدا من القوات الأجنبية. ومن أقصى الجنوب حيث نشط العسكر إلى وسط البلاد حيث تفاعلت التصريحات الدبلوماسية. المناورات تأتي مباشرة بعد مفاوضات إيرانية أمريكية نووية لم تحرز التقدم المطلوب. الرئيس حسن روحاني رفض من هنا لغة التهديد والوعيد والعقوبات، وبين تعقيدات ظروف المنطقة وبرنامج إيران النووي تحاول طهران الحفاظ على التوازن. الهدف هو تشكيل قوة ردع إيرانية مقابل التهديدات التي تتعرض لها إيران، ومنها التهديدات الأمريكية وظروف المنطقة المعقدة وتنامي ظاهرة الإرهاب وتقدم داعش، وكل هذا يستدعي الجهوزية وتوجيه هذه الرسائل. لطالما قلقت إيران من التواجد العسكري الأمريكي على حدودها، ولطالما حاولت تشكيل قوة ردع باستعراض قوتها العسكرية، فطهران تعلم أن الخطاب الدبلوماسي وحده غير كاف لتحقيق التوازن والتواجد المطلوب في منطقة يكثر لاعبوها. فرح الزمان، شوقي، LBCI.